حقيقة أن موقف المصري المشرف للقيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط من إعلان مبادرة اليوم، ولكن من بدء الأزمة، بدءا بفتح معبر رفح للمصابين إلى نهاية اليوم بإعلان المبادرة بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في ذلك، هو موقف مصري يعبر ومقياس حقيقي للموقف المصري الثابت والدائم الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. أعتقد أن كقوة سياسية كان لابد أن نكون أول مستجيبين لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، وكان مؤتمرنا اليوم حزب مستقبل الوطن وحزب حماة الوطن وكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الشعب الجمهوري لنعلن عن قافلة من المواد الطبية والتموينية والغذائية بمثابة هدية للشعب الفلسطيني لتضميد الجراح في هذه المحنة التي يمر بها، ما هو إلا استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في دعم الأشقاء في فلسطين. نعبر عن كافة شكرنا وتقديرنا للقيادة السياسية، ونعبر عن كافة دعمنا للقضية الفلسطينية.